وبدون علة تركنا لهم الله سبحانه وتعالى، لأننا نناضل على حقوقنا. بأجر الدنيا والآخرة ونفذ لنا، وانت عندي اليقين. ها هم العرابيل، ها هم الأيتام، ها هم الأيتام، ها هم الشيوخ، ها هم الشيوخ، ها هم المرضى، ها هم المرضى. يناشدك الله، يناشدك الله، يناشدك الله يا رئيس. واحد الاخ من الاخوان ذكرني، الظلم ظلمات يوم القيامة. الله أكبر. الله أكبر. تقي دعوة المظلوم، ليس بينها وبين الله حجاب. الله أكبر. يدعو عليك وأنت نائم. الله أكبر. من بعد ما جينا للمحاكم الإدارية فربحنا الملفات ابتدائيا واستئنافيا، ودارت الشركة صعوبات وإيقاف التنفيذ في محكمة النقد وترفض لها، واليوم طلبات ديال التنفيذ هي معروضة على المحكمة الفدائية الإدارية الدار البيضاء منذ سنة، والرئيس ما بغاش ينفذ هذه الأحكام بدارية أن هذه الشركة أجنبية كتستثمر في البلاد، وهو العكس. هذه الشركة ما استثمرت والو، ما دارت شي مشروع، بالعكس خرجت العمال وباعت الممتلكات كلها ديال الشركة، وصبحت يلا كتقوم بالتوزيع حتى الانتاج حيداته، لا من تطوان ولا من قنيطره ولا من اكادير. ولهذا نطالب تدخل ديال السعد النبوي باش تنفذ هذه الاحكام، ونطالب رئيس المحكمه الابتدائيه بالتنفيذ المعجل، لان الشركه هي في ماليه مريحه، يحول لها القانون باش تخلص هاد الناس. وهذه الاموال ماشي صدقه كتعطيها لنا الشركه، بل هي اموال سلبت منا عند تحويل صندوق التقاعد الى النظام الجماعي من رواتب التقاعد. وهذه الاموال غادا تمشي للصندوق اللي هو ديال الدوله، لان الصناديق تشكو من عجز، وهذه تقريبا 60 مليار اللي غادا تمشي للصندوق ديال التقاعد. وهاد الناس هاد المتقاعدين منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، راه غادي نعطيو غير قطرات، والاموال كلها غادا تستثمر في لا سي دي جي. ومن هذا المنبر مره اخرى نطالب ب بتنفيذ هاد الاحكام، ويعطيونا محاضر ويديروا لنا الحجز لدى الغير باش يستافدوا هاد الناس. والسلام عليكم وشكرا لقناه فجر. بادل 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 بادل. وتنشكروا الاخوان ديال القنيطره اللي تاهما تحملوا اعباء السفر وجاو باش يساندونا ويناضلوا معنا، والاخوان ديال جديده والاخوان ديال سوق الاربع. اذا هذا عمل مشترك، وتنقولوا للاخوان اللي ما حاسينش وما متبعينش وما مواكبينش، خلينا لهم الله سبحانه وتعالى. اذا الاخوان من الضروري على اننا خصنا نوجهوا الخطاب الى السيد الرئيس، ونقول له ها هما الاخوان ديالنا المتقاعدين، ها هما الاخوان العزازه، ها هما الارامل، اخواني اخواتي المتقاعدات والمتقاعدين، باسمكم نناشد صاحب الجلاله والمهابه الملك محمد السادس نصره الله، وايد ناصر المظلومين وصاحب الفقراء، لنستغيث بكم راجين من الله ومن جلالتكم عزكم الله ونصركم، أن تقفوا جنبنا نحن متقاعدات ومتقاعدين وأرامل شركة التبغ، وأن تعطي أمركم المطاع لإرجاع حقنا الذي سلب منا منذ ما يزيد على 17 سنة، رغم أن الأحكام القضائية مرت باسمكم يا مولاي صاحب الجلالة وعلى جميع مستويات المحاكم،
الإدارية والابتدائية والاستنافية وحتى النقدية، كلها لصالحنا، ولكن لم تنفذ ولم نجد الأذان الصاغية لتنفيذها. وإن يا مولاي المعظم والمنصور بالله طرقنا جميع الأبواب ولم نجد إلا الأبواب المغلقة. أملنا فيكم يا صاحب الجلالة والمهابة وصاحب الفقراء جد كبير في إنصافنا، ولا نجد من مساندة سوى مساندتكم بعد الله تعالى. عاش الملك، عاش الملك، ملكنا واحد محمد السادس، ملكنا واحد محمد السادس، ملكنا واحد محمد السادس. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم الصحافة الإلكترونية، ياك مهم. احنا كنمثلوا تطوان، جينا كنشاركوا، جينا كنشاركوا الإخوان ديالنا في الدار البيضاء. احنا من الجمعية المتقاعدين ديال المغادرة الطوعية، جينا نشاركوا في هاد التظاهرة، في هاد الوقفة الاحتجاجية السلمية. علاش؟ هذه الوقفة الاحتجاجية الثانية. الوقفة الاحتجاجية كانت في الشهر الفايت، نهار 8/9 في مارس، وعلى إثر رئيس المحكمة أنه طلب أنه يشوف الإخوان وفتح معهم حوار وطلب مهلة. تعطات المهلة الأولى والمهلة الثانية والمهلة الثالثة، ولكن في الآخر ساعة اكتشفوا الإخوان على أنه كيتملص من مسؤوليته، وما بغيش على أنه يقوم بالواجب ديالو كرئيس المحكمة باش يعاون المتقاضين في تنفيذ الأحكام. ما عرفناش علاش، واش هو ما بغيش ولا ضغط عليه شي جهة. وحنا كما كتشوف استأنفنا اليوم الوقفة الاحتجاجية، وكيف ما كتشوف المتقاعدين ناس كبار، أراميل، متقاعدات، الجميع هنايا، وكتشوف على أن كل شيء راه في العمر، راه كبير في العمر، يعني ما يزيد على الأخري اللي عنده 65 عام. طبعا هذا قدرنا المتقاعد، من المفروض على أنه نظرا للخدمات اللي قدم حياته أنه خصو يمشي يرتاح، وإذا به كيجي أنه خصو يكافح. هذه 17 عام هو كيكافح على حقه اللي تسرق منه، وفعلا على أن المحكمة نصفاته في الأحكام، لا ابتدائيا ولا استنافيا، ولكن المعضلة كاينة في التنفيذ. ما عرفناش علاش التنفيذ ما كاينش، ما عرفناش شنو هذه الجهة، شكون هي هذه الجهة اللي ضاغطة باش ما يتنفذش الحقد هاد الناس. على هادشي هذا باختصار، وشكرا. تفضل. السلام عليكم، معك الحسناوي دريف، عضو المكتب الوطني ديال جمعية التقاعد المغادرة الطوعية، ورئيس فرع ديال القنيطرة. الوقفة الاحتجاجية ديال اليوم هي نتاج ديال التعنت ديال المحكمة اللي ركبة دماغها وما بغاتش تعطينا المحاضر ديال الامتناع مرفوقة بقرار الحجز. هذا مشكل اللي استغرق الان حوالي 17 سنة، بمعنى جيل كامل، ونحن ننتظر. انصفنا عن طريق القضاة في جميع المراحل ديال التقاضي، سواء على المحكمة الاجتماعية او المحكمة الإدارية او على مستوى محكمة المحكمة. لكن مع كامل الأسف، سؤال يجب ان يطرح على الرأي العام، ماذا يريدون بهذه القضية؟ غير يجاوبونا ويريحونا، يجاوبونا ويريحونا ونشوف حالنا، ماذا يريدون؟ إذا كان قاضي أو رئيس المحكمة تحكم لنا ميل وترفض ينفذ لنا. أنتم الشباب تتمارسوا الصحافة الآن، أجيبوا على هذا السؤال.
رئيس تيحكم ليك وترفض ينفذ ليك كيف؟ احنا الان ما لقيناش الجواب، الجواب هو هذا الان احنا تنجاوبوهم من خلال الوقفه، وان شاء الله عندنا ثلاث وقفات باقين في رمضان الى ما هاد المحكمه وهذا الرئيس ما دار معنا والو، بعد رمضان سنلتجئ الى الاعتصام وربما الى الاضراب عن الطعام. إن لا يمكن 17 سنوات نحن ننتظر، منا من قضى نحباه ومنا من ينتظر. انا العمر ديالي 75 سنه، رما الله اعلم واش نعيش سنه اخرى ولا محاش نعيشها. اذا هاد الناس ماذا يريدون بهذه القضيه؟ انتم تابعتم معنا هذه القضيه لثلاث مراحل او اربعه مراحل خلال هذه الاشهر الاخيره، واش وصلنا لشي نتيجه مع هاد الناس؟ هاد الناس عندهم لغه واحده تفهموها، هي لغه الرب، لغه المناوره، لغه التنويم، لغه التنويم، يريدون تنويم المتقاعدين من خلال بعض التصريحات الرنانه، ولكن هيهات ثم هيهات. نحن هنا صامدون وسنبقى صامدون، ونحن على العهد مهما كلفنا ذلك من ثمن. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، حياكم الله. السلام الله عليكم، شكرا للفجر على المتابعه والموافقه. محمد زياد التقاعد من شركه تيبكو. انا ارى وجهه نظري اننا نعيش مؤامره، هذه المؤامره اللي هي مشتركه ما بين شركه تيبكو وما بين صندوق ديال التقاعد وما بين السلطه القضائيه. لماذا نقول انا مؤامره؟ لانه هذا الملف احنا عشناه 17 سنه ديال المسطره القضائيه. هاد الفتره اللي يعني مرت وداز فيها كل المساطير القضائيه الابتدائيه والاستئناف والاستعجاليه والنقد، الى ان اصبح الملف جاهز، والملف اللي اصبح هذا الملف فيه حكم نهائي، حكم يعني خاصو يتنفذ. علاش انا قلت بلي راه مؤامره؟ ما عرفتش حنا مع من كنتواجهوا، واش كنتواجهوا مع الشركه، واش كنتواجهوا مع الصندوق ديال التقاعد، لانه هو اللي كان من المفترض انه يطالب بحقه، لان هذه فلوس كان واحد الاتفاق ما بين الشركه وما بين الصندوق، ولم يتم يعني تنفيذ هذاك القرار اللي كان بيناتهم على اساس ان الشركه خصها تؤدي للمتقاعدين واحد الجزء من المال باش ما ندخلوش في هذا المشكل ديال 24%. ثم كنواجهوا الان مع محكمه اللي حكمت لصالح المتقاعدين في كل المساطير، حكمت في الابتدائي وفي الاستئناف وفي النقد، بمعنى السلطه القضائيه اعطتنا حقنا في الوراق كأحكام ثابتة، ولكن المشكل هو في التنفيذ. هذا السيد الرئيس المحترم رئيس المحكمة ورئيس محكمة التنفيذ، من الضروري ومن الواجب عليه أنه ينفذ هذه الأحكام لصالح هاد الناس اللي واحد العدد منهم مات، وكاين واحد المجموعه ديال الارامل، واحد المجموعه ديال الايتام، واحد المجموعه ديال المتقاعدين اللي هما الان على فراش المرض، وكاين اللي هو يعني ما عرفش اليوم ولا غدا نسمعوه القارب به. وهاد العدد ديال الناس اللي هما كيجيو يعني اضعف السن يتجاوزون 65 سنه، فعلاش هاد العلقلة ديال تنفيذ هاد الأحكام اللي هي في من حقنا؟ وهذا الشيء علاش أنا كنأكد وكنقول باللي هذه مؤامرة. فاحنا الآن اليوم في وقفة احتجاجية اللي غتبقى مستمرة، لأنه في هذا رمضان درنا كل ثلاث غتكون وقفة، ومن بعد رمضان هناك خطة أخرى وهناك يعني تصعيد لهذا الأمر
قد يصل إلى الاعتصام وقد يصل إلى الإضراب عن الطعام إلى أن يتحقق المكاسب والحقوق ديال هاد المتقاعدين اللي عياو 17 عام ديال المتابعة القضائية، شيء كبير جدا وكثير جدا، ولا أعرف لماذا هاد العرقلة ديال تنفيذ هذه الأحكام. شكرا لكم الفجر، أخبار الفجر، على المواكبة والمتابعة، ولنا موعد إن شاء الله في فرصة قادمة.